كان فاكر إن هما مجرد شوية برد، لكن مكالمة من رئيس الجمهورية أكدت إن في مرض خطير. فات 17 سنة على رحيل نجم السينما الإمبراطور أحمد زكي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فلاش باك. أحمد زكي اكتشف مرضه بالصدفة، كان رايح زيارة لصديقه الدكتور حسن البنا في المستشفى. فجأة الدكتور لقى أحمد زكي بيعرج، سأله مالك؟ قال له مش عارف. قال له طب ما يلا نعمل لك شوية فحوصات. الأشعة أثبتت إن أحمد زكي عنده مياه على الرئة، وبعد شوية قرروا إن هم يعملوا له أشعة مقطعية. الأشعة أثبتت إصابة أحمد زكي بسرطان الرئة بسبب شربه المفرط للسجاير، رغم إن أحمد زكي كان أقلع عن شرب السجاير قبل إصابته بالمرض بست سنين كاملين. وقتها محدش قال لأحمد زكي هو عنده إيه، لحد ما جات له مكالمة غريبة جدا بالنسبة له. المكالمة دي حسسته إن في شيء خطير، مكالمة من رئيس الجمهورية وقتها محمد حسني مبارك. مبارك قال لأحمد زكي إنك لازم تسافر فرنسا في خلال 48 ساعة. قال له يا ريس دول شوية برد خفيف مفيش حاجة. قال له يا أحمد انت ثروة قومية ولازم نحافظ عليها. بعد المكالمة أحمد زكي سأل محمد وطني مدير أعماله إيه اللي يخلي رئيس الجمهورية بنفسه يكلمني عشان يطمن عن حالتي الصحية اللي هي بالنسبة لأحمد زكي مجرد شوية برد. طبعا أحمد زكي ما كانش يعرف إن في تقارير طبية وصلت من مستشفى دار الفؤاد لرئاسة الجمهورية عن خطورة حالة أحمد زكي. ووقتها أمر رئيس الجمهورية بشكل عاجل بإنهاء إجراءات سفر أحمد زكي لفرنسا، رغم إن كان فيه أجازة عيد أضحى. الفنانة السورية رغدة بتقول إن كان فيه وعد بينها وبين أحمد زكي إن اللي هيقع الأول التاني هيشيله، وأحمد زكي قبل سفره مباشرة لفرنسا فكرها بالوعد ده، وعليه قررت رغدة إنها تلحق بصورة عاجلة بأحمد زكي في فرنسا. رقم 4 كان رقم نحس جدا في حياة أحمد زكي. قالوا له في فرنسا إنه مصاب بالسرطان وفي المرحلة الرابعة، وكمان قدامه 4 شهور بس. رغدة بتوصف أول يوم أحمد زكي عرف فيه إنه مصاب بالسرطان، بتقول إنه اختفى تماما وانزوى تماما عن الأنظار ومحدش كان عارف أحمد زكي فين، لحد ما قدرت أخيرا إنها توصل له. بتوصف حالته بتقول إنه كان قاعد زي الأطفال في قمة الحزن. سنة وشهرين فضل أحمد زكي على سرير المرض، وكانت جنبه الفنانة السورية رغدة اللي كانت بتخدمه بكل إخلاص. رغدة قالت إن كان بينها وبين أحمد زكي قصة حب كبيرة، أراد أحمد زكي إنه يحولها لزواج رسمي وهو على سرير المرض. أحمد زكي لما لقى إن شائعات كترت جدا على رغدة اللي قاعدة معاه وبتخدمه، قرر إنه يحميها من كل الشائعات دي، وطلب فعلا من مدير أعماله محمد وطني إنه ينزل يجيب المأذون، لكن رغدة بتقول إن أنا رفضت، ورفضت علشان ما يتقالش ان انا كنت بخدم احمد زكي علشان انا زوجته مش عشان انا حبيبته. ومع استمرار الامل في شفاء احمد زكي، عرض فريق طبي صيني انه يعالج احمد زكي بالابر الصينيه. وقتها وافق الدكتور عوض تاج الدين رغم قناعته الشخصيه انه مفيش علاج ياخده احمد زكي اكتر من اللي بياخده. أكتر يوم حس فيه أحمد زكي بحب الناس ليه هو آخر ظهور لأحمد زكي بين الناس، يوم إعلان تصوير فيلمه الأخير حليم، لما شركة جود نيوز نظمت مؤتمر صحفي يوم 16 يناير 2005 عشان يعلنوا عن تفاصيل الفيلم. وقتها أحمد زكي ظهر للناس بعد فترة مرض طويلة، ظهر بين المصطفين المحبين على أنغام أسمر يسمران. أحمد زكي كان وقتها في قمة ألمه وفي قمة فرحته، تشوفه هو بيرفع يديه لفوق وبيعمل كده وهو في نفس الوقت في قمة الألم وفي قمة المرض كمان، وبيقول هقاوم المرض لآخر لحظة. أحمد زكي وقتها ما قدرش يكمل تصوير فيلم حليم اللي شهد نهاية الأب
وبداية الابن فنياً. هيثم أحمد زكي كمل دور حليم الإمبراطور في آخر حوار أجراه مع الإعلامي عماد أديب وأذاع وقتها برنامج البيت بيتك. بيحكي إنه في مرة كان قاعد في البلكونة وبيقول يا رب كل اللي تجيبه كويس وأنا موافق بكل حاجة. بعدها جاله جلطات وتم نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف. بيحكي إنه في الإسعاف كان قاعد يضحك جدا في نفس الوقت إن اللي حواليه بيعيطوا. أحمد زكي بيقول إن أنا كل اللي أنا كنت بفكر فيه هو مشهد عبد السلام النابلسي في شارع الحب لما قال يا رب ما تبسطها شوية، فزينات صدي دلقت فوق الملوخية فقال يا رب ما تبسطهاش قوي كده. أحمد زكي بيقول إنه كان بيعيط في المستشفى من التأثر بسبب المواقف الكتير الحلوة من جمهوره واللي ما كانش يتخيلها خالص. بيحكي إنه في مرة واحد من الصعيد جاء المستشفى وقال لهم أنا عايز أتبرع بالكلى لأحمد زكي. أحمد زكي بيقول إنهم ردوا عليه وقالوا له أحمد زكي أصلاً لا يعاني من الكلى، قال لهم طب خلاص خدوا أي حاجة مني في مقابل إن أحمد زكي يتعالج. بيحكي كمان إن في بنت جات المستشفى وقالت لهم أنا عايزة أتبرع بالرئة لأحمد زكي. أحمد زكي بيقول إن الحاجات دي كانت بتزلزلني من جوايا. أحمد زكي فضل يعافر ويقاوم المرض لمدة تقريباً 9 شهور، لكن بعد كده المرض تمكن منه تماماً لدرجة إنه فقد بصره. الدكتور ياسر عبد القادر حكى موقف غريب جداً جمعه بأحمد زكي. بيقول إن أحمد زكي في مرة وإحنا قاعدين مع بعض قال له أنا عارف إن أنا هموت وأمثل له مشهد موته. أحمد زكي اترمى على الكنبة وقال له عزرائيل هيدخل وأنا هستأذنه بس في 10 دقايق أروح أحضر الصوان وأحضر العزة وأوصي بأنه يقام جنب الحمدية الشاذلية جنب شقتي وهرجع تاني عشان عزرائيل يقبض روحي. وقبل وفاة أحمد زكي بأيام قرر المقربين منه أنهم يجيبوا والدته تزوره، والدته اللي كان فيه غموض كبير جدا حوالين علاقتهم ببعض. جت والدته في وقت محدش يشوفها فيه، الساعة 3 الفجر، وصلت كان نايم، صلت جنبه. أول ما فتح عينيه لقاها بكى، احتضنها ودعت له إن ربنا يغفر له. ورغم تدهور الحالة الصحية لأحمد زكي، رغدة كان عندها أمل كبير جدا إنه يخف، لكن أحمد زكي كان على العكس تماما وقال لها ترهنيني إني هموت. وفعلا أحمد زكي كسب الرهان ورحل عن عالمنا في 27 مارس 2005. وكتبت رغدة قصيدتها الشهيرة عن أحمد زكي، قالت له فيها كنت لي وطنا لا يشبه الأوطان، أحمد راهن يا سادة، أحمد كسب الرهان. ونشوفكم في حلقة جديدة من فلاش باك الأسبوع اللي جاي. ونسألك الناس عن ضي جوا عيونك ما بيلمعش ما تخبيش